بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله الكريم وعلى اله وصحابته وازواجه وذريته الى يوم الدين وبعده اخوه الايمان حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمه تعالى وبركاته. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را ويقرا على روايه ورش من طريق الازرق الف لام تلك ايات الكتاب المبين. ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام راء ألف لام ميم وغيرها من الحروف المبثوثة في القرآن الكريم، هذه الحروف تسمى أو يكنيها بعض العلماء بأنها الحروف النورانية فيها نور فيها يسطع الإعجاز الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يعجز به الكفار، أن يعجز به المشركين. أنتم يا أهل اللغة العربية، يا أرباب اللغة العربية، يا فرسان البلاغة يا من تعودتم على على انكم تحاجون الناس بشعركم وانكم تقدمون له افضل ما عندكم من الصنعه اللفظيه ومن صنع صناعه الكلمه انتم ما فعلتم هذا الا عن طريق الحروف التي تملكونها او ملكتها السنتكم الله عز وجل حاجكم في القران الكريم كم من مره تستطيعون ان تاتوا بايه من القران الكريم انتم اصحاب اللغه العربيه ايتوا بايه مثل ما جاء في القران على ذلك الوزن والنظم وتؤثر بها في قلوب الناس تستطيعون فأعجزهم هذا السؤال وأعجزهم هذا الطلب فيزيد الله عز وجل تعجيز أولئك الكفار وزيادة لهم في التبكيت زيادة لهم في التبكيت الله سبحانه عز وجل يقول لهم ألف لام ميم هذه ألف لام راء حاميم حاميم عين سين قاف كاف ها يا عين صاد هذه الحروف هذه هي إعجاز لكم ذكر هذا الامام الرازي ذكر هذا الزخشري ذكر هذا الفراء ذكر هذا كثير من علماء اللغه العربيه ونصره اي انتصار كثير كبير جدا شيخ الاسلام ابن تيميه عليهم رحمه الله جميعا فاخواني قال العلماء الله سبحانه وتعالى باجل هذا جعل هذه الحروف تبكيتا للكفار نحن لا نطلب منكم ايات انتم لا تستطيعون أن تاتوا بمثلها كلمه لا تقدروا على الاتيان بها كذلك حرف واحد لا تستطيعون نون قاف صاد تستطيعون أن تأتوا بها؟ ما تستطيعون نزيدكم حرف تستطيعون أن تأتوا بحاميم؟ لا تستطيعون نزيدكم صار عندكم ثلاث حروف ألف لام ميم. تستطيعون أن تأتوا بمثلها؟ لا تستطيعون ألف لام راء تستطيعون أن تأتوا بمثلها كما عندنا الآن في سورة يوسف؟ لا نزيدكم حرف عندكم أربعة حروف إذا كان عندكم أربعة حروف ماذا تستطيعون أن تأتوا بمثلها؟ مثال ذلك ألف لام كاف ها يا عين صح في خمس حروف أه في الأربعة حروف مثل ذلك نسيتها لكن سأذكر فيما بعد خمس حروف تستطيع أن تأتوا بمثلها كاف ها عين صاد لا تستطيعون حاميم عين سين قاف خمس حروف تستطيع أن تأتوا بمثلها هذا تعجيز لأولئك الذين كانوا يظنون أنه بألسنتهم سيسعون, سيسعون العرب ويأتيهم هذا القرآن القرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى المعجز بياناً بالتفصيل وبيانا في محاجتهم ومقارعاتهم بانهم لن يستطيعوا هذا القران قد قهر ملكتهم وقد قهر قدرتهم في الاتيان بما يملكونه اصلا لانهم ظنوا بانهم يملكون اللسان العربي فجاء القران لاجل تبكيت هؤلاء. ذكر بعض العلماء على ان الف لام ميم راء وهذه الحروف المبثوثه في القران الكريم التي لا نعرف معناها قال هو سر الله عز وجل في القران. كل سورة لها سر هذا سر الله عز وجل في القرآن الكريم في سور القرآن الكريم ذكر هذا عامر الشعبي ذكر هذا سفيان الثوري ذكر هذا سفيان بن عيينة عليه رحمة الله جميعا ذكروا هذا 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 مذهب المحدثين هذا سر الله عز وجل نحن مطالبون على أن نؤمن به أن نصدق به كما جاء سبع ألف لام نؤمن بها هي من القرآن حاميم نؤمن بها كما جاءت في القرآن ألف لام راء نؤمن بها كما جاء في القرآن الكريم وإن غابت عنا المعاني فنحن نسلم هذا الأمر لله سبحانه وتعالى آمنا يا ربي أسلمنا يا ربي سلمنا لك الأمر يا رب العلم عندك يا رب المعنى عندك يا رب السر عندك يا رب ونحن آمنا مسلمين مؤمنين ولله الحمد والمنة فهذا يا إخوة الإيمان جمعت إذا جمعنا نحب أن أن نخرج المكررات من الحروف فيصير عندنا نص حكيب قاطع له سر هذه مجموعة الحروف التي جاءت في القرآن الكريم نحو ألف لام راء ألف لام كذا حاميم. قلنا إذا نزعنا الحروف المكررة يصير عندنا عدد الحروف كما هي نص حكيم قاطع له سر هو جماع أو مجموعة الحروف التي جاءت في القرآن الكريم جمعها بعض العلماء فيما ذكرنا الآن نص حكيم قاطع له سر له سر إخوة الإيمان أحب أن أن أقول لإخواني أن الله أن الله سبحانه وتعالى من بين الحكم التي جعلها في هذه الحروف أنها تقرع الآذان لأن هذا مثل هذا النظم ما وجده العرب ما سمعه العرب إلا إذا لما سمعوا القرآن الكريم ما كانوا يعرفون أن هناك أناس واحد يتكلم يقول ألف آه لام ميم يا, يا حاء يا قاف يا نون تعال يا سي يا عين سين قام فلما جاء القران بهذه بهذا الاسلوب المتفرد المتميز جعله يقرع الاذان ويقرع مع الاذان العقول والقلوب حتى يبين له انتبه انت مع كلام الله عز وجل يا عربي يا من تتكلم يا فصيح يا بليغ يا شاعر يا من قد صنعت بالكلمه ما صنعت الف لام ميم ألف لام راء حاميم عين سين قاف وكأنها شيء يطرق في آذانهم شيء يطرق في قلوبهم وعقولهم حتى ينتبهوا لأنهم مع كلام الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام راء في سورة يوسف عليه السلام ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين آيات جمع مفرد آية وهي الشيء المعجز الشيء المبهر البرهان الدليل الحجة الدامغة تلك آيات الكتاب المبين، كلام الله عز وجل واضح، كلام الله عز وجل لا يحتاج إلى إلى ترجمان، سبحان الله، بعض الناس ليسوا عرب ولكنهم إذا سمعوا القرآن تأثروا، وبعض الكفار بلغات مختلفة أو حتى بالعربية على جهلهم بقواعد النحو والصرف، ولكنهم إذا سمعوا القرآن الكريم ارتجفت فرائسهم، تعثروا، بعضهم يتأثر وبعضهم يتعثر. ولذلك تلك ايات الكتاب الكتاب المقصود هو المكتوب الكل هو القران الكريم المبين الواضح الله سبحانه وتعالى جاء بهذا القران هدايه للناس هدايه للبشر هدايه للخلق هدايه للناس اجمعين هدايه للبر هدايه للفاجر هدايه للقاسي هدايه للداني هدايه للعرب هدايه للعجم هدايه الذين يسكنون في اقصى البلاد والذي يسكن للناس جميعا هذا القرآن ولذلك سبحان الله عز وجل هذا القرآن المصحف هذا يحمله الذي يسكن في الحجاز فيفهم معناه ويقرأه أو قد لا يفهم معناه أصلا ويحمله الذي يسكن هنالك مثلا في اليابان ويسكن في ألمانيا وفي في في أماكن بعيدة جدا ولا ينطق باللسان العربي فيحمله ويتاثر به ويقراه بعض الناس والله العظيم لا يعرفون اللغه العربيه ولكن كلام الله عز وجل يؤثر فيهم لما؟ لانه كلام الخالق لان هذه النفس يا جماعه لها علاقه بربها في هنالك في الازل قبل الوجود في ارض الوجود هناك علاقه تربط الانسان بخالقه ولذلك حتى وان كنت اعجميا ايها الانسان انت تسمع كلامي الان حتى وان كنت اعجميا ما كنت عربيا ولكن كلام الله عز وجل حتما سيؤثر فيك قد لا تؤثر فيك قصيده يقراها شاعر على ركح ينبهر لها كثير من الناس وانت لا تنبهر لانك لا تملك اللسان العربي لا تفهم قد لا تؤثر فيك اغنيه يبكي لها بعض الناس ويتاثر لها بعض الناس ولكن قد تتاثر انت بقران سبحان الله عز وجل لا تفهم معناه ذلك لما جعل الله عز وجل من السر الرباني إنه كلام الله إنه كلام الخالق إنه كلام البارئ إنه كلام المصور إنه كلام من له الأسماء الحسنى سبحانه عز وجل عما يصفون إنه كلام ربنا جل جلاله ولذلك لابد أن تصغي أيها الناس يا من ستسمعون سورة يوسف لابد لكم من إعادة النظر لابد أن أن تعيروا أسماعكم وأبصاركم وعقولكم وقلوبكم وأنتم ستقرؤون وتسمعون وتتجولون معنا في مشاهد سورة يوسف عليه السلام. إخوة الإيمان. تلك آيات الكتاب المبين. الله عز وجل بعد ذلك يقول: إنا أنزلناه، إن هنا للتعظيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. هذا القرآن كلام الله. سمي بالقرآن لأنه يقرأ. ولأننا نقرأه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه فقال جبريل عليه اقرأ. قال ما انا بقارئ، قال اقرا، قال ما انا بقارئ، قال اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. القران هذا كلام الخلق جميعا، وكلام الله للناس جميعا عفوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: "وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لي لهم". وهذا كتاب الله بيان للخلق جميعا للناس. ولذلك يا جماعه لابد ان تعلموا بان القران هذا جاء للبيان الان انتم يا يا مشاع يا جماعه يا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا من ستاتون بعد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استمعوا وعوا فاذا وعيتم فانتبهوا فاذا انتبهتم فتحركوا واعملوا صالحا واصبروا وخذوا العبره مما سياتي في القران الكريم مما ياتي في هذه السوره ان انزلناه القرآن عربيا عربيا ليس اعجميا عربيا بهذه بلسان هذه الامه الاميه التي لا تقرا لا تحسب لا تكتب مثلا قلنا هذه لمن كان له ادنى 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 عقل لابد ان يعرف هذا القران بلسان عربي مبين. إن انزل القران عربيا. يقول الله عز وجل لما تكلم عن اللسان العربي وان وان هذا القران باللغه العربيه قال سبحانه عز وجل وان كنت من قبله لمن الغافلين. نحن عليك احسن القصص نحن نقص عليك احسن القصص بما انزلنا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. لمن الغافلين المقصود من الذين لا يعلمون. انت لا تعرف تفاصيل ما جاء في سوره يوسف عليه السلام، وانت لا تعرف تفاصيل ما جاء في قصه يوسف عليه السلام، هذا اخوك النبي يوسف عليه السلام. ولكن نحن الان سنقص عليك. نعم هناك اخبار هناك شيء عند اليهود يتكلمون عنه في جاء في قصه يوسف عليه السلام، لكن انت يوسف يا انت يا رسول الله يا محمد بن عبد الله لا تملك ادنى معرفه عن يوسف عليه السلام. الان نقص عليك. الآن سيأتيك الخبر إنه لقول فصل ما هو بالهزل هذا ليس فيه إرجاف ليس فيه كذب ليس فيه دجل ليس فيه, ليس فيه دخل لمخرج في من المخرجين ولا للسينما ولا لفن ولا لزيادة أو نقصان نحن لا نرسم الخيال لأجل التأثير نحن لا نضع الصورة ونزينها لأجل أن نؤثر في الأبصار والأسماع نحن الآن بغرض أن نسمع الناس هذا كلام رب العالمين الذي قال فيه سبحانه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل هذا القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بعض الفنانين والمخرجين هناك في في دور الفن اذا ارادوا ان يتكلموا على نبي او رسول او صحابي او خليفه من الخلفاء تجدهم مرغمون على أن يزيدوا بعض المشاهد الكاذبة إن صح التعبير لماذا؟ يقول لك حتى نرسم المشهد حتى نعلق مشهد بمشهد لابد من شيء يربط مشهد بمشهد فتجد المخرج مثلا أو كاتب السيناريو يخترع لنا شيء من المشاهد لأجل أن يلصق مشهد حقيقي بمشهد آخر فالأخبار لأن الأخبار في التأريخ قد تأتي موجودة ولكن حين التصوير وحين التمثيل لابد من شيء يربط هذه الأحداث هذه الأحداث يصورونها بشيء من من الزيادات او ما يسمى بالكذب شيء يخترعونه فيظهر للمشاهد عنه حقيقه. القران الان في سوره يوسف لا ليس كذلك، انما الغرض ان يسمع الناس جميعا الان ستسمع امه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، سوره يوسف بدون زياده او نقصان او مؤثرات سمعيه او مؤثرات سمعيه او بصريه. بدون زيادة الوان او زيادة كذا ستسمعون القصه كما جاءت. من ينقل هذه القصه؟ جبريل عليه السلام، من عند من؟ عند رب العالمين. ثم من سيحدث الناس وينقل هذه المشاهد؟ هو القرآن الكريم، طيب الآن من سيفهم الناس؟ هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شفت هذه اجمل سلسله. اجمل سلسله. و... و لا تستطيع ان تتصور سلسله عجيبه عجيبه ذهبيه بهذا الشكل ستنقل لك هذا المشهد. وان كنت من قبله لمن الغافلين، يعني من قبل انت من الغافلين، الان انت من العالمين. اذ قال يوسف لابيه الان يبدا المشهد الثاني ومشهد عجيب ايضا. اذ قال يوسف لابيه يا ابتي يوسف عليه السلام حينما راى رؤيا والرؤيا قد يراها الناس وقد يراها الذين والناس على على مراتب. الناس عوام الناس وعندنا الأنبياء ثم عندنا الصالحين أو الصالحون فهؤلاء ثلاث مراتب النخب هؤلاء عوام الناس ثم النخب والنخبة تنقسم إلى قسمين الأنبياء الموحى إليهم والمرسلون الموحى إليهم ثم عندنا الذين هم بعد دونهم في المستوى والرتبة هم أهل الصلاح والتقوى والإيمان الآن نحن نتكلم عن صفوة الخلق هم الأنبياء يوسف عليه السلام رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء جزء من رؤيا الانبياء جزء من 70 جزء من النبوه، وجاء في روايه جزء من 100 جزء من النبوه، ولذلك نحن الان لابد بصدد ان نقف أن رؤيا الانبياء وحي. اسمع جيدا كما جاء في الخبر الصحيح. رؤيا الانبياء وحي. الان لا مجال للكذب. لما راى هذه الرؤيا جاء لم يذهب لجاره ولا لصاحبه ولا لصديقه، قال العلماء هذا من باب البر. كان يوسف عليه السلام كثير البر بابنه، ولذلك يوسف يعقوب عليه السلام لماذا تاثر بيو بيوسف فيما بعد؟ تاثر لان هذه نقطه من النقاط، الاب يتعلق بابنه بسبب بره وصلاحه وتقواه وخشيته من الله سبحانه وتعالى، واحد يلقى ابنه مطيع، طيب، مبارك، عالم، نبي، تقي، جمعت فيه خصال كثيره، ماذا سيصنع؟ ماذا سيتعلق؟ لذلك يا اخوه الايمان أحب إن شاء الله عز وجل أن أقف عند هذا النقطة حتى أكمل لكم وقد تعلقت قلوبكم بيوسف عليه السلام وبحب التطلع على هذه القصة لذلك الحين أتركها للمرة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته